أحييكم في كل مكان. العد التنازلي للانتخابات المحلية بات يقترب من النهاية. الانتخابات المحلية والحديث عن سيناريو التأجيل أصبح من الماضي لاعتبارات كثيرة، منها ذلك الذي يتمثل في اقتراب موعد الانتخابات، والأمر الذي يرتبط أيضا بالمواقف التي صدرت من زعيم التيار الصدري وهو يتحدث عن ضرورة عدم التجاوز على العملية الانتخابية وترك الملف الانتخابي بالكامل، وحديثة عن أن هذه الانتخابات هي انتخابات فاسدة. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن السيناريو المتوقع ليوم الاقتراع وقدرة الأطراف السياسية على عبور حاجز الخوف والقلق المتمثل في يوم الاقتراع، وهل الظروف الآن باتت مهيئة بالكامل لإجراء الانتخابات، وكيف يمكن الحديث عن قدرة حكومة السيد السوداني في التعامل مع المشهد الانتخابي في مرحلة ما قبل فتح صناديق الاقتراع وفي مرحلة ما بعد العد للأصوات والحديث هنا على أصوات الناخبين وحماية هذه الأصوات. نتحدث بعيدا عن ملف الانتخابات عن قضايا تتعلق في عمل الحكومة وملفات أيضا ترتبط في تعاطي الحكومة مع ملفات الفساد وبعض القوانين التي من الضروري أن يكون هناك حديث عنها. أحييكم وأناقش هذه الملفات مع ضيفي هنا في الاستوديو رئيس تجمع الفاو زاخو النائب والوزير الأسبق الأستاذ عامر عبد الجبار. أرحب بجنابك لترحيب. أهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهدي القناة. حياك الله أستاذ عامر، وأبدي مع حضرتك من ملف الانتخابات. الحديث عن تأجيل الانتخابات هذا الأمر اللي أخذ وقت ومساحة على مدار الفترات الماضية ما عاد ممكنا لأمور كثيرة تتعلق في هذا الملف، منها اقتراب الموعد كما ذكرنا، وكذلك أيضا الموقف الذي صدر من زعيم التيار الصدري. لكن أسألك ابتداء رؤيتك وقراءتك لهذه التغريدة لزعيم التيار الصدري وتوقيتها أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة يعني التيار الصدري يعني كان دائما يتعامل سماحة السيد مقتدى الصدر بمبدأ نكران الذات. في عام 2006 انسحبوا وزراء، بقت سنتين الوزارات تدار بالوكالة، كان عنده 6 وزارات، فأبلغ رئيس الوزراء آنذاك المالكي قال له اختار انت البدلاء عن وزرائي بشرط ان يكونون من خارج الاحزاب، وانا كان واحد من الوزراء اللي تم اختياري وانا ما منتمي لاي حزب، وكذلك العالم دكتور علي البهادي وزير الزراعه. فشوف هذا المبادره هاي لم يفعلها اي زعيم سياسي من بعد 2003. بعدها الآن من نشوف أن التيار الصدري فاز 73 مقعد، وأراد السيد الصدر أن يشكل حكومة الأغلبية، وللأسف الشديد الأخوة النواب المستقلين والقوى الناشئة انقسموا نصين، ما حسموا موقف، نص راحوا لو كلهم جايين معاه. وأنا قدمت نصيحة لهم، قلت لهم ادعموا تشكيل حكومة الأغلبية ولا تشتركون بها، يعني اجي على انطي صوتك لهذه الحكومة، انطيك صوتي امررك اني بس ما اشترك وياك، اروح معارضة بناءة. زين الاطار وين راح يروح؟ راح يروح معارضة متربصة. ايش راح يصير مقابل الصدر؟ معارضتين، راح يجيب وزراء اكفاء. تمام. وهذا حقيقة كان لو متخذين القوى الناشئة والمستقلين صايرين مع السيد الصدر بتشكيل حكومة الاغلبية كان أقلها تخلصوا من أحد الخصوم، وبعدين يقعدون للخصم الثاني معارضة، والمعارضة بناء. لكن الآن هم شنو اللي صار؟ صار أن الإطار هيمن مع حلفاء على البرلمان والحكومة، وهم وفي طريقة لمجلس المحافظات. نعم. فالتيار طبعا من انسحب 73 مقعد أغلب مقاعده راحت للإطار، يعني اللي جايب له مقعدين بسبب انسحاب التيار الصدري من احزاب الاطار صار عنده 7. تمام. زين فهذا التيار يعني خصمه استفاد منه. الان المعادله مختلفه. الان التيار الصدري ما شارك، ما راح يشارك بمجلس المحافظه. هنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي خلل بالتوازن ما بين تحالف السياده وتحالف الاطار. هذا الخلل بالتوازن
عدم ترشيح التيار راح حصة التيار وين تروح؟ تنقسم على الإطار والسيادة والمتفرقين. نسبة وتناسب راح يكون المكسب المن لتحالف سيادة. شلون صراحة؟ نعم. ليش باوع؟ لأنه تحالف سيادة هو عنده جمهوره. زين. إذا ناخذ بعنوان مكونات، المكون تحالف سيادة إلى جمهور، مكون تحالف الإطار إلى جمهور منقسم قسمين. فهنا قسم من جمهور المكون اللي تابع التحالف الإطار والتيار هذا راح ينقص، فبالتناسب والنسبة والتناسب راح يصير الفوقية لمن؟ إلى التحالف سيادة. زين. نقطة ثانية، وهذا اللي عبر عنه سيد عمار الحكيم، الخوف والقلق على التوازن المكونات. أنت تعرف وتخاف وقلق اللي عالجوا مشكلة، ليش خليتوا ما يشكل حكومة أغلبية؟ أنت مو كنت تقول أغلبية وطنية؟ مايك مو كان يقول أغلبية سياسية؟ لا أقول لك هذه تختلف فيها يعني صار. لا أكون أغلبية وأنا أسويها زين؟ يعني هاي أغلبية مزاجية. الإطار ترى ما يقدر يسوي حكومة الأغلبية إذا كانت المعارضة تيار. هسه لو المعارضة غير جهات ممكن. ليش ما يقدر؟ نعم شوف، إذا التيار يشكل حكومة الإطار يخشى منها، وإذا التيار يروح معارضة والإطار يشكل حكومة الإطار يخشى التيار، بالحالتين يعني قلقهم بكل الأحوال. نعم بالحالتين يقلقهم، لأنه التيار إذا قعد بالحكومة يفتح ملفات، وإذا قعد بالبرلمان يفتح ملفات. الملفات إحنا إذا نريد نجي ملفات الإطار وين تكمن؟ الزعماء. ملفات التيار وين تكمن؟ بعض الأعضاء، ذولي ما عنده مشكلة يقيلهم، لأن ماكو شيء على السيد الصدر نفسه بهذا الجانب. فهذا الفرق لا يقدروا يوجهون لتهمه ولا يقدرون شيء. فلذلك هنا التيار إذا ما شارك بالتصويت نسبيا الإطار يتضرر. الاستفادة وين تكون؟ تحالف سيادة زائد القوى المدنية. زين. لكن شنو اللي يخلي الإطار أسرع على إجراء الانتخابات وهو يعلم؟ أكمل لك هاي وأرجع لسؤالها. شوف، لكن إذا التيار شارك بالتصويت لدعم خصومه راح يكون الضرر أكبر يقع على الإطار. يعني التيار أنت ما شاركت بالترشيح أوكي، بس إذا التيار يشارك بالتصويت ويدعم خصوم الإطار سيتضرر الإطار ضرر كبير. هذا السيناريو ممكن أنه يخرج جمهور التيار نعم ممكن. يعني هسه مثلا السيد إذا يقدر يدعم قوة مدنية أو يقول صوتوا لأي واحد مستقل مدني أو صوتوا إلى مثلا حتى وإن كان شخصية وطنية موجود بالتحالف السيادة ما عنده، هو ما عنده طائفية. سيد الصدر ما يؤمن بالطائفية. فلذلك إذا جمهوره يشترك بالتصويت راح يصير ضرر الإطار أكبر، وإذا ما يشترك بالتصويت ضرر الإطار يصير أقل. هذا يدفعني يعني السؤال سرعة، هو الإطار إذا كانت الأمور بالمعادلة اللي تحدث بها قد يتعرض للخطر وللضرر في كل الأحوال، هو ما الذي جعل الإطار التنسيقي يصر على هذه الانتخابات؟ هذا سؤال وجيه. شوف، الإطار يعني فكرة دائما ينتظر وقوع المصيبة ثم يفكرون في الحلول. ماكو تخطيط. أعطيك أدلة. قانون الانتخابات من شافوا الدوائر المتعددة ضرهم يردون يرجعون السانتيغو، رجعوا بمن؟ بالعضلات بالقوة. احنا عندنا عدد أكبر يطبق طوب وين ما تروح روح. زين، احنا رفضنا واحتج وطلعونا بالقوة الأمنية من داخل قبة البرلمان كمعارضة. زين، هم من راحوا هذا القانون وشرعوه بسرعة ما شافوا ان التوقيتات اللي خلوها تتعارض مع توقيتات المفوضين. هسه انا اريد اشرع هسه احنا عندنا قوانين مشرعه من العهد الملكي ما معدله. يعني الان احنا قانون مشرع صار له كم تشهر صار بيه تضارب، فسووا راحوا لازم نعدل يا قانون المفوضين مدد له. زين، ولذلك اختيار التزامن والتوقيتات مالتهم غير مدروسة. نقطة ثانية،
زين انت شرعت القانون، شفت ان التوقيتات المفوضية ينتهي عمرها بعد الانتخابات بفترة وجيزة، ما تقدر الصادق. زين ليش ما عدلت قانونها؟ من شرعت قانون انتخابات صار 5 أشهر، ليش ما عدلته؟ آخر 3 أسابيع بالفصل التشريعي 3 أسابيع ولا جلسة، وهاي خرق للنظام الداخلي. إلا اجيت بالوقت الضايع، شلون هذا حكم المباراة وقت بالوقت الضايع؟ الحديث عن التأجيل وفترة التأجيل، فالأستاذ اللي يدور الوقت الضايع ويدور عقد اجتماعات تالي الليل وحسم القرارات تالي الليل، هذا مو دولة، هذا تخبط، هذا تخبط واجتهادات غير مدروسة. جيد، هو بظل هذا السيناريو احنا وين رايحين بعد اجراء الانتخابات؟ للاستقرار لو طبعا لا. انا بالنسبة على الصعيد الشخصي واحنا كتجمع الفوز اخو احنا ننظر، يعني احنا متهيئين وداخلين للانتخابات، لكن احنا اذا تلغى افضل، اذا يتم الغائها افضل. اولا الاسباب، ليش الانتخابات من 2013 ماكو مجالس محافظات؟ زين محافظين من جمدت مجالس المحافظات بدوا يشتغلوا، اذن هي حلقه زائده وابتزازيه للمحافظ وترهل وظيفي. زين احنا يجوز هاي التجربه ناجحه بدول اخرى، لكن بالحاله العراقيه حاله المحاصصه الحزبيه ما تنجح. زين احنا بالنسبه لنا اذا هيك وجهه نظرنا ليش نشترك بيها؟ احنا نشترك بها لسببين، يعني الاول حتى لا نخلي الخصم يعني يهيمن على المقاعد مثل ما حدث الان بالبرلمان بالسحب التيار، فراح نحجز مقاعد حتى لا يهيمنون، والثاني حتى نعمل على الغائها من داخلها افضل مما نعمل من خارجها. لكن في المقابل هناك راي يطرح ايضا استاذ عامر انه القوى المدنيه وانتم تجمعكم مثلا تجمع الفاو زاخو وقوى سياسيه اخرى كانت تعارض وتعترض مثلا على الاطار واداره القوى السياسيه التقليديه، يقول لك التالي ان الاحزاب المدنيه الناشئه بعناوينها المتعدده كانت امام فرصه مهمه تتمثل في انسحاب التيار الصدري، وبالتالي هي ايضا تقرر عدم المشاركه في الانتخابات، الامر الذي سيسحب شرعيه كبيره من القوى السياسيه ومن الانتخابات ايضا. شوف لو احنا نعرف اكو بالقانون مثل يقول 5% اذا صارت المشاركه، 10% اذا صارت المشاركه تلغى، احنا نقاطع. لكن القانون لو 1% تعتبر شرعيه، والامم المتحده تعترف بها لان القانون صادق عليه برلمان منتخب. فاذا هاي مال واحد يفكر ان انقاطع حتى تلغي، ما تلغي. واغلب المقاطعين يعني ليس عن دراسه، ردود افعال يعني غير مدروسة، فهاي الردود الأفعال سقط على بعضها يأثر عليهم الجيش الإلكتروني مال الأحزاب الحاكمة. شلون؟ قرب كل انتخابات كل وزير كل مسؤول حاط له 100 موظف، حاط له 100 لابتوب، وكل واحد فاتح له 10 حسابات وجيوش إلكترونية قاطعوا، ترى ما في، ترى هم نفسهم راجعين. ليش؟ حتى يضمنون إن اللي يشاركون فقط جمهورهم. شلون؟ اما احنا 75% مقاطعين لو يجون يشاركون هذا ما يبقون بالوجود، والدليل شفتوا بدوائر متعددة نسبة المشاركة كانت بال 18-20%، بال 21 صارت 25%، هاي 5% صعدت 64 مستقل وقوة ناشئة. اما الان المفروض بالمواطنين يشاركون مشاركه فعاله ولا يتاثرون بهاي الجيوش الالكترونيه، وما لهم علاقه بنظريه التيار الصدري، عندهم خصوصيه لهم، اتركوهم انتم شاركوا شاركوا ولا تدعمون الاحزاب الفاسده، مثل ما وصلكم المرجعيه الدينيه العليا بالنجف الاشرف ان الفاسدين الفاشلين لا تنتخبوا، اللي قاطعتهم المرجعيه وترفض مقابلتهم من 2012 ولحد الان ليش تروح تصوت له وانت تقول انا من اتباع المرجعيه؟ المرجعيه قالت سانت ليغو غير منصف غير عادل ورفضته، وهاي الاحزاب اللي رجعت سانت ليغو ليش تروح تصوت لها وانت تتبع مرجعيه؟ فهذا لازم يلتفتوا للناس. فنسبه المشاركه، زياده المشاركه هي الفيصل لتقليل هؤلاء، على أن تكون للقوى السياسية الجديدة. نعم. هذه الأصوات، نعم، للقوى الناشئة، للمستقلين، القوى الناشئة. لكن تجربتهم كانت ناجحة. نعم هسه هذا سؤال حلو، هذا حلو سؤالك. كثير يقول تجربة القوى الناشئة مو ناجحة، ويضربون مثل حركة امتداد. مثلا حركة امتداد 17 مقعد كل شيء ما قدروا يسوون. شوف أخي،
الأحزاب اللي موجودة هسه بالسلطة قسم منهم متأسسين بالأربعينات وقسم بالخمسينات وقسم بالثمانينات، امتداد وفاوزاخو وإحنا القوى الناشئة أسسنا بالواحد وعشرين، فبالواحد وعشرين حصلنا على هاي المقاعد ووقفنا بالضد وبالند وفتحنا ملفات فساد. يعني بس الآن فاتح 7 ملفات إحالة على الادعاء العام، 7 وزراء لإدعاء العام بهذه الفترة. نعم بهاي الفترة اللي أنا موجود بيها بالبرنامج. وزراء حاليين أو سابقين؟ حاليين وسابقين. زين حلتهم لإدعاء العام. إذن إحنا كيان مثل الامتداد مثل تجمع الفاوزاخو متأسسين صار لهم سنتين، أنا أعتبر تجربتهم ناجحة. ليش؟ لأنه جاي يقارعون أحزاب صار لها عشرات السنين وعدها مال سياسي. فأنت انتظر لا تستعجل عليهم تقول هذولي، يعني هي ماكو ريموت كنترول تدوس زقمة والله صعد البرلمان يحقق الحظوظ شلون نشوف. يعني بس أريد أسأل سؤال للمواطنين، هذول السياسيين بما فيهم الرؤساء الوزراء السابقين والحاليين بال 2003 شفتوا حالهم شنو من إجوا استلموا؟ هامش ما يعرف يكتب، هامش والوضع مربك. فأنت ليش تريد من علاء الركابي وتريد من امتداد ومن الفاوزاخو أول ما صعد كون يحقق لك المعجزة؟ فأنت الآن تجربة ناجحة وهم صعدوا على الباية الأولى وأنا أتوقع لهم بالانتخابات. هو الحظوظ باية الانتخابات يعني شلون نشوفها؟ انتخابات محلية انظر لها 20-30 فصاعدا، انظر لها كقوة متزنة 20-30 فصاعدا، لأن هاي السياسة هذا عمل سياسي يريدون يكسبون خبرة. هم اجوا متظاهرين، متظاهر دخل بالمعترك السياسي لازم تعطيه مجال حتى يكسب الخبرة السياسية، ومع ذلك هم ما عندهم تقصير. سلام عمر، هو بالانتخابات السابقة القوى السياسية الجديدة كانت مفاجأة من خلال النتائج التي حققتها. هذه المفاجأة تعتقد راح تتكرر في هذه الانتخابات المحلية؟ إذا ما وعد جمهور بشكل جيد وشارك بنسبة كبيرة، والآن أنت شوف باوع بالواحد وعشرين الجمهور عنده شنو خصمين؟ الجمهور المقاطع، أكو واحد من التيار مقاطع؟ لا. أكو واحد من الإطار مقاطع؟ لا. إذن 75 من مقاطعين لا تيار ولا إطار، فمشاركتهم 5% قهرة الإطار أغلبيته مو كلهم، قهرتهم بإنخفاض عدد مقاعدهم. زين التيار انسحب، يعني إذا تيجي 5% ثانية أي تيار انسحب بقى بس الإطار. زين الآن أنت دخلت بخمسة بالمية مقابل تيار وإطار، الآن إذا تدخلي 5% مقابل تيار إطار فقط راح تضعف. زين إذا جيتني 10%، إذا جيتنا 15%، فنسبة المشاركة الآن إذا دخل هاي فرصة إن التيار طالع تارك الموضوع وخصم واحد. الخصم الواحد عد 75% عندهم خصم واحد، يدخلون على هاي المشاركة ينهون الخصم الواحد. وخصم سهل أستاذ عامر؟ والله خصم سهل جدا إذا صارت نسبة المشاركة 50%، سهل جدا إذا نسبة المشاركة 50% ينتهون. يعني الإطار يعول على النسبة المتدنية. نعم، وقاعد يدعو إلى هاي. يعني حتى أكو بعض النواب المرشحين يشتري بطاقة من خصم يدري بما يصوت له، يشتريها منه ويرجعها إلى وراء الانتخابات حتى يضمن أنه ما يصوت. في حديثك عن عمليات الشراء للبطاقات أستاذ عامر، وأنت تراقب الكثير من ملفات الفساد ولك متابعة في هذا الملف كما ذكرت قبل قليل من خلال العمل على كشف ملفات لوزراء سابقين وحاليين، الآن نحن نتحدث عن الانتخابات المحلية، والانتخابات المحلية كثر الحديث فيها عن نقطة مهمة تتعلق في استغلال النفوذ واستغلال الأموال من قبل المسؤول ومن قبل الأحزاب المتنفذة. شخصتم، لاحظتم هذا الأمر اللي هو أيضا جزء من محاولة شيطنة القوى السياسية التقليدية. طبعا هنالك يعني نقول أمرين، الأول أنه الدعاية الانتخابية مفرطة. يعني أنا أقول المفوضين حطت بالتعليمات أعلى حد للدعاية الانتخابية 250 مليون دينار، يعني حتى هاي لازم المفوضية تراجعها. ليش؟
لأن هو رواتبه مال 4 سنين عضو مجلس المحافظة 120 مليون، زي أنت شلون تقول له 250؟ يعني أنت تقول له روح خسران بوك. تمام يعني أنت تقول له روح بوك. فالمفروض المفوضية تخلي رقم نصف الرقم 10% من هذا الرقم، 10% من رواتبه مال 4 سنوات، 15%. مو تجي تقول له انت 250 زين شنو رايك؟ اكو بيوم يصرف له مليار ومليارين. فليعلم المواطن عندما يصوت لمرشح دعايته الانتخابيه بمليار ومليارين او نص مليار وهو رواتبه 120، يعني هذا راح يسرقك. يعني هذا حي على الصلاه راح يسرقك، وانت راح تصوت الى واحد سارق. لأن هاي معادلة واضحة قدامك، رواتبه 4 سنين 120 مليون، هو صارف شاشات إعلانات على قد العمارة، يا هم جاب هاي الأموال، إذن هاي أموال مسروقة وما سياسة. كان تاجر. النقطة الثانية، ايه؟ أوكي تاجر، تاجر جاي يصرف مليار، لازم التاجر ذكي، لازم يرجع مليارين، هو راح يطو 120 الباقي يرجح انسرقه، تمام؟ تمام. زين نجي الناحية ثانية. المسؤولين اللي بالدولة ومرشحين كالمحافظين، المحافظين وقفوا خدمات. يعني اكو محافظ منطقة سواها مقرنص، 4 سنين طلعت روح المنطقة، يلا كملت مقرنص ومجاري، اخر شيء بقى دربونتين وساحة صغيرة قبال جامع حسينية، تركها. يابا هاي ليش تاركه؟ يقول ما داخله بالعقد. يعني عقد يبلط المنطقه كلها، دربونتين مجاري مفتوحه، ما بدون مجاري بس مقرنص، هاي ما داخله بالعقد. يعني هاي قرب الانتخابات راح يجي يسويها، يقولوا له عافيه يصوتوا له. او تجي مثلا المحافظين بعضهم شي يسوي، تعال انت فلان مقاول، انت فلان شركه دعايتي الانتخابيه عليكم. يعني رغم هم عندهم فساد وعندهم مال سياسي، الدعاية الانتخابية طلعونها براس المقاولين. ولذلك نشوف دعاية الانتخابية مالت المحافظ ما إلها مثيل. ليش هذا المحافظ زين؟ ليش محافظ سابق؟ خل المحافظ السابق شنو يفرق عن المحافظ الحالي بالراتب؟ ليش المحافظ السابق المرشح دعايته متواضعة؟ ليش المحافظ الموجود بالمنصب دعايته خيالية بمليارين وبثلاث مليارات؟ جيد أستاذ عامر، أنت ذكرت أنه مثلا قصة الخصوم، أنه القوى السياسية الناشئة في مواجهة خصمين وهم الإطار والتيار كانت لهم القدرة على تحقيق نتائج إيجابية. الآن الحكومة هي حكومة الإطار التنسيقي، ولدينا موعد يتمثل بإجراء الانتخابات المحلية. كقوى سياسية جديدة تريد أن تنافس القوى السياسية التقليدية، لديكم مخاوف من أن تكون هناك هيمنة مطلقة للإطار التنسيقي بعد استلام زمام الأمور على مستوى الحكومة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المحافظات؟ يعني أنا عندي تصريح داخل البرلمان الدائرة الإعلامية يوم 18/3/2023، قلت هنالك 4 أجندات ستتحقق، يحققها الإطار وحلفاءه. أول شيء راح يغيرون قانون الانتخابات، يرجعون إلى قانون الدائرة الواحدة وبحساب طريقة سانت ليغو. قلت ثانيا راح يغيرون أعضاء المفوضين لمفوضية حقوق الإنسان. قال ثالثاً راح يغيرون مفوضية شبكة الإعلام العراقي. رابعاً قلت راح يغيرون مفوضية الانتخابات. 18/3 وأدز لك الفيديو. كلهن صارن 4 صارن. وآخر قرار يعني تعرف غيروا مفوضية شبكة الإعلام، غيروا مفوضية حقوق. ليش شنو غرر حقوق؟ إذا تطلع مظاهرات واحتجاجات تصير مع الحكومة، ما تكتب تقارير، الإعلام يصير بوق كله إلهم، المفوضية تغطي عليهم، القانون مثل ما يردو، هذا كله يولد لنا مخاوف. هاني لو هسه جاي هسه أقول هذا الكلام، تقول هاي مخاوفك يعني لأن الحدث وقع. أنا قبل لا يقع الحدث قلت راح يصير هذا. فلذلك إحنا قلقين. يعني تغيرت مدراء الدوائر الانتخابية قبل 2 أسبوع 3 تغيروا كلهم. ليش يتغيرون؟ هذا يقلقنا. إحنا عندنا ثقة بالمفوضية، نعم إن شاء الله، لكن هذا الأمر مقلق، وإحنا نقلق أن يصير تدخل وتلاعب بنتائج الانتخابات.
متخوفين من تلاعب؟ نعم، ولذلك احنا شو نقول؟ التلاعبات بالنتائج او الاشياء السلبيه اللي تحدث بالانتخابات اذا نسبه المشاركه تزيد 5-10% ما يضرنا هذا، لان هاي نسبتها ما راح تاثر، يقدر تنسحق وتنتهي بزياده نسبه المشاركه. فلذلك انا ادعو واعول على جمهورنا ان يشارك بهاي الانتخابات بشكل فعال، واتمنى وارجو ان التيار الصدري يشارك بالتصويت. لكن الصدر اعتبرها انتخابات فاسده. فاسده من حقه يعتبرها. شلون راح يخلي جمهوره يطلع؟ لا، مو هو ما يشترك بها كمرشح حتى يكون يتحمل عاتقها، بس انا كمصوت ما اصوت للفاسد، ما اصوت لسببه الفساد، اصوت لاخرين. يعني انت تتمنى ان يكون هناك حراك من التيار الصدري للتصويت؟ نعم، انا ارجو أرجو من السيد الصدر حتى في آخر لحظة أن يوعز إلى جمهوره أن يصوت إلى خصومه عدوي صديقي، وأنت محسوبة إليك ما مشارك وما ملوث إيدك بهاي العملية، والمفسدين ما دعمتهم بل ضريتهم، منه أحسن؟ ما أفيد المفسدين أحسن لو أحسن أضر المفسدين. تمام؟ أنا إذا انعزلت يعني جزء كبير ايضا استاذ عامر من هذه القوى عندها مشكله ويا التيار الصدري، هاجمت التيار الصدري كثيرا، قوى المدنية. نعم اوكي، شلون راح يواجه جمهور؟ هم هذول يا استاذ، يعني هذول القوى المدنيه هل هم صدريين؟ لا. هل هم هم لو مقتنعين بالتيار الصدري ومقتنعين بالاطار شو ما تاسسوا؟ فهذول طرف ثالث. يعني السيد الصدر يعني استخدمهم كاداه لضرب الاطار. نصيحه، السيد الصدر جمهوره وتياره مطيع طاعة عمياء 100% لا تتوفر لأي كيان سياسي آخر. لكن هذا الكيان مالته قدر يجيب له حكومة أغلبية؟ ما قدر. فالسيد الصدر لازم ينفتح على الآخرين اللي هم مو صدريين. فالمو صدريين لا تريدهم هم قوم أقعد أقعد امشي طاعة عمياء. لا، إذا يطوك 30% 40% أقبلها وانت كاسب. فلو السيد الصدر يعني شخصيته تسع صدره أن يستقبل غير الصدريين ويتعامل معهم، وإذا يحصل منهم 10-20-30-40-50% إضافة إلى تياره راح يقوى أكثر. ولذلك إنه إذا واحد مخاصمه واحد منتقده هنا يتقبله، بس هو ما يقالب ما يتقبله من جمهوره من تياره. نعم، لكنه إذا قعدت معه شخص مو صدري وتريد مثل شير يحتاج يكسب السيد الصدر ثلاث جهات، اللي هي النقابات والاتحادات والعشائر والتشرينين. إذا السيد الصدر قدر بصدر واسع أن يستقطب هذولي ويستوعبهم وتكون سياسته معهم مختلفة مع سياسته مع التيار الصدري، أنا أقول لك راح يحكم العراق. يحكم العراق. اي نعم، يحكم العراق بهاي الشراكة. اذا كسب النقابات. نعم. والعشائر والتشرين. والتشرينين راح يكون وراح ينتهون الاطاريين بهاي. ينتهون الاطاريين بهذا الشيء. ما الاطار ايضا قوي. الاطار استاذ، الاطار حتى جمهوره بدا يضعف. ليش؟ يعني جمهور الاطار جمهور متدين. ويتبع المرجعيه. وشافهم السيد السيستاني الله يحفظه قال طريقة سانتيغو قانون الدائرة الواحدة غير منصف غير عادل، واستقتلوا على إعادته. يعني معناته بس مو كل جمهور الإطار من مقلدي السيد السيستاني. مو كل. أي. جزء. أي. هذا جزء، إذا نزل جزء من هذا مو تمام. نزل منه جزء زين. بنفس الوقت يعني أيضا جمهورهم بدأ يشوف الفساد. يعني هسه مثلا أنا من جمهورهم. أي. وأجي أباوع على الوزير الفلاني اللي ما يصلح يكون مسؤول الشعبة وخلاه وزير. اجي اشوف ها بالحكومه الحاليه. بالحكومه نعم. منو هذا؟ يحسب اللي اذكر اسماء. يعني مثلا انا اجي اشوف حادثه يوميه، حادثه الطيران يوميه، حادثه الطيران يوميه، حادثه الطيران. زين ليش؟ لانه هيئه الطيران المدني تابعه للحزب الفلاني. فجابه واحد من حزب فلاني على زين. هذا جمهوره ما يقول يا بي ما عندنا واحد احنا يفتهم بالطيران ونخليه، هسه ما يقول جيبوا واحد مو من عندنا. زين، هم نفس الحزب ماله ما بي كفاءات، يقولون اشمعنا جاب هذا اللي هو ما مشتغل بالطيران ساعه واحده
خو أجيب فلان عنده خبرة بالطيران مشتغل له 10 سنين، فهاي العملية خلت جمهورهم بدأ يعني. لكن يبدو من خلال حديث قيادات الإطار على مختلف عناوينه في الانتخابات، على اعتبار أنه انقسم إلى قوائم متعددة، يبدو أنه واثق من الفوز وفوز كاسح في مختلف المحافظات. أستاذ هو يفوز يسميه كاسح بسبب عدم وجود التيار، بس هو مقارنة بالمكوناتية هو راح يخسر. الإطار راح يخسر إذا تقارنه من حيث الجانب المكونات، لكن من حيث هو لأنه حصة التيار راح تروح علماً، راح تروح للإطار مثل ما شرحته، راح تروح للسيادة وراح تروح المدنيين. بس إذا السيد الصدر لعبها بذكاء في آخر لحظة وجمهوره يشارك لدعم خصومه، لا راح يعني. إذا صار هذا السيناريو، نعم، تتوقع أنه راح تتوفر فرصة للقوى المدنية لقيادة المحافظات المحلية؟ يعني مثلا في ميسان، يعني المعروف أن ميسان، نعم، هي غالبية صدرية. صحيح. إذا ما صدر التوجيه بشكل معلن بشكل غير معلن من الصدر لأنصاره لانتخاب قوائم مدنية مثلا، حتما ستكون الغلبة للقوى المدنية، وبالتالي قيادة المحافظة ستكون للقوى المدنية في البصرة في محافظات أخرى. هذا السيناريو إذا صار، إيش قد راح يطف فرصة للقوى المدنية في قيادة المحافظات وخصوصا في الوسط والجنوب؟ طبعا راح تكون الفرصة أقوى، وممكن تكون تحالفات وطنية ما بين القوى المدنية وما بين سيادة، مثل ما الآن الإطار كان ينتقد التيار الصدري، انت ليش تتحالف مع الحلبوسي والبرزاني، وبعدين هو من طلع التيار هم تحالفوا ويا الحلبوسي والبرزاني. فهنا ايضا المدنيين راح يجون يقولون احنا نحسب المعادلة السياسية، احنا نروح ايضا نتحالف مع من يشوف اهل لهذه. اولا انا هذا عندي خصمي تجربته 20 سنة، يعني ما ممكن ما يكون تحالف مع الاطار، ما ممكن يكون صعب مع ما عدا القوى التي تسمي نفسها مدنية وهي بدعم بعض زعماء الإطار. هو هذا خلينا نتحدث به أستاذ عامر، إيش قد راح يأثر عليكم وجود قوى سياسية تقدم النفس على أنها قوى مدنية في الانتخابات المحلية؟ خلينا الأحزاب الظل. صح، موجودة أكو قوى حتى بعضهم يعني منتشرين، لكن رأسا شفنا عندهم مال مو طبيعي. يعني أنا هسه أقول لك في تجمع الفوز أخو، إحنا كل مرشحين المرشح يدفع الرسم مال المفوضية ويدفع رسم أدلة جنائية ويدفع الرسم مال المساءلة والعدالة، هو يشيد دعايته انتخابية. وعندنا مرشحين فازوا بأصوات عالية بس ما صعدوا البرلمان، رأسا راحوا إلى أحزاب عندها تمويل مالي. فشفنا رأسا أكو قوة ناشئة، وايضا شفنا راسا عندهم مال يدفعون كل شيء للمرشح ويدفعون له حتى الدعايه الانتخابيه. يعني احنا يمكن الفاوز اخو الوحيدين احنا تحمل المرشح مالنا هو يتحمل، ولذلك كثير من مرشحينا تركونا وقسم خابرهم بالأربعة الفجر اخر ليله وتعال تحول لنا وكل شيء نشيل لك ونعطيك هالقد وكذا. فهاي العملية حقيقة عملية غير نظيفة، وإحنا نعرف أنه، والدليل شوف أستاذ، الأحزاب الدينية أول ما إجت أسماءها دينية رنانة بعد شوية وتوصل للجنة، زين، لكن بدت شوية تقلل تغير الاسم، تغير الاسم إلى أن وصلت هسه مستعد تسمي اسمها أي اسم، يعني حتى أسماء منحطة بس كون يثبتون على مواقعهم. نعم، لأن حتى شوفها يوميا مغيرين أسماءهم، يوميا مغيرين تكتيكهم، إحنا لا ما ننظر أنت معجب ديني لازم تحجب الدين. زين، صار شوي شوي إحنا دينيين مدنيين، إحنا مدري شنو مدري إيش، هاي كلها من أجل الكرسي. فلذلك أنا أنصح يعني القوى المدنية المخلصة، يعني القوى الناشئة المخلصة، انه تحافظ على نفسها. واحنا شنو مشكله القوى المدنيه؟ المشكله بداخلها بيها المشكله، لو المشكله بالبيئه ما جاي ساعتها. بعض الاخوان بالقوى المدنيه يعني يريد يصعد بسرعه. شوف هسه احنا بالفوز اخو، يعني انا كنت وزير 18، اشتغلت 10 سنوات مستشار بدون راتب، اجت 14 ما اشتركت، اجت 18 ما اشتركت، بنفس بنيت نفسي وشخصيتي للجمهور. بني يعرفون شنو مصداقية عامر عبد الجبار، شنو توجهاته. بعدها بتشرين احنا بدينا
وتأسسنا بالواحد وعشرين، فبنينا قاعدة. اللي تأسس رأسا بالواحد وعشرين يتوقع في ذهنيته أن صعوده لازم عنده فلوس، حتى شلون هذول يصرفون فلوسه. احنا لا، احنا بنينا منصة، بنينا حوار واقناع. احنا جمهورنا جبناه بالحوار والاقناع. يعني احنا عندنا مرشحين يفتار بالقهاوي وبالمحلات وبالاسواق وعلى البيوت ويشرح لهم برنامج بيت بيت. فهذا القوى المدنية البعضها الناشئة تقول لك احتاج فلوس حتى اطفى، حتى اسوي دعايات، يتصور لبهاي الدعايات بهاي الاموال. ممكن سيد عامر، خلينا نتحدث مع حضرتك الان قبل ان تقل ملفات اخرى عن البصرة. شلون تشوف الوضع في البصرة على مستوى الانتخابات المحلية؟ والله يبدو أنه صراع محتدم في البصرة حتى بين قوى الإطار. يعني حتى هو أكو الإطار مو دخل أساس معلي الإطار، التيار انسحب خصومكم لو داخلين كلكم يعني حتى هم ما متفقين. هذول المتأسسين بالخمسينات وبالثمانينات، زين انت ليش ما توحدت ودخلت بقائمة واحدة؟ فلذلك شوف هاي مصائب قوم عند قوم فوائده. ان شاء الله ما يتفقون، ان شاء الله يختلفون. يعني ليش؟ لانه هم 20 سنه ما حققوا انجاز. يعني انا عندي اخطر شيء على العراق والعراقيين اتحاد الاطار والتيار. اخطر شيء على العراق والعراقيين اي اتحاد الاطار والتيار. هو ممكن بعد يتحد الاطار ان شاء الله ما يتحدون، ان شاء الله، لان اتحادهم مصيبه، تكريس المحاصصه، تكريس الفساد. لا هو بعد كل هذه المواقف والبيانات من ممكن بالسياسه تعرف بالسياسه تتقلب المواقف، دخلت فيها حتى الجوانب الدينيه العقائديه بالنسبه لي. والله ان شاء الله احنا نامل ان لا يتحدون، ونامل ان تظهر قوى ثالثه وطنيه مهنيه، أن تلعب اللعبة السياسية الحقيقية اللي تمكن واحد منهم على الآخر، تمكين واحد على الآخر يضمن أنهاء خصم واحد ومن ثم تتجه للخصم منو الثاني. أخطر منهم؟ يعني منو الأضمن؟ بتقديري إحنا يعني قلت لك إحنا لا الإطار يمثلنا ولا التيار يمثلنا، لكن بمعايير تحليل المواقف بمواقف كتجمع فاوز أخو إحنا ننظر التيار أقرب. ليش؟ اولا التيار بعيد عن ارتباطه بايران، ما عنده ارتباط، ولا عنده ارتباط ايضا بالامريكان. زين. اثنين التيار مع حكومه الاغلبيه، احنا مع حكومه الاغلبيه، الاطار يريد حكومه محاصصه. ثلاثه التيار اقرب للمرجعيه. شلون؟ لان احنا شفنا المرجعيه ما تستقبلهم وتستقبله السيد الصدر، شفنا ابن المرجع ما يصافحهم ويشبق السيد الصدر. انا بالنسبه لي كمقلد كمواطن نعم انا كمواطن مقلد من اشوف ان سماحه المرجع الديني ما يستقبلهم من 2012، لكن يستقبل السيد، اذا السيد الصدر يعتبر اهون من عندهم وافضل من عندهم. جيد استاذ عامر، خليني اتحدث مع حضرتك الان عن الحكومه. تشوفها راح تكون قادره على تهيئه الاجواء، الأجواء الانتخابية، حمايتها، لأن كل أطراف الإطار أشكلت كثيرا على حكومة الكاظمي في وقتها أنه ما وفرت البيئة الانتخابية المناسبة، ما وفرت الأجواء المنافسة للمناسبين. الآن الحكومة قادرة على تهيئة هذه الأجواء؟ يعني انتقادهم للكاظمي، لأن الكاظمي من خارج دائرتهم الليبرالي. أي يعني مثلا الكاظمي كانوا ينظروا له أنه يضربون السفارات في وقته، وبينما من صار هم من عندهم ظلم. لا 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 احنا ردنا نطلع مظاهرة على السفارة، احنا مدنيين قوى الناشئة، ردنا نطلع مظاهرة على مود غزة. احنا مثل 10 20 15 نائب نرفع لافتة احتجاج ونروح للسفارة. لا 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 منو اللي منع؟ الحكومة ما قبلت. هي الحكومة وإجونا النواب اللي هم تابعين لكتلة الإطار قالوا رئيس وزراء يقول ترى الأمور تتأزم، ترى بس تطلعون مظاهرة الدولار يصير ب400. هذا واحد من مستشاري المقربين رئاسة الوزراء يقول بس يطلعون مظاهرة يصير الدولار ب400. عند من كنت تضربون صواريخ ليش ما صعد ب400؟ ها يا لك مو احنا اللي كنا نقصف الصاروخ لو اسمه، الناس تعرف من يضرب ومن انا الصواريخ كانت تقع على المكتب مالتي على المكتب يضربون على السفاره يطيح عليه 4 مرات، واخر شيء استشهد الجندي بالباب
هو مواطن وعراقي ومن أهل الجنوب واستشهد ولا لا إلا بها ولا لا. حكومة السودان أقرب لمن؟ لطهران أم لواشنطن؟ لطهران، لطهران، والدليل الربط السككي مع إيران، ولا واحد طرب السككي لإيران، ورغم هم هذا ربط خاص للمناسبات الدينية فقط. لا 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 لا، لو كان الربط السككي للمسافرين كان خلوه حمولة محورية 15 طن والسكة هو حديث. كان ضد الربط السككي عندما كان ولا يزال يقول أنا ضده ايه؟ بالتصريح ايه؟ وبالورق معه، أنا ورق عندي كتب ايه؟ تثبت أنهم مع ربط السككي لنقل البضائع بالورق بالورق وبالكتب الرسمية. زين احنا رئيس وزراء يضر بلده لازم يعرف هذا الشيء. يعني انا اعرف رئيس الوزراء مره الي قال لي في حكومه العبادي السيد باقر الزبيدي قدم طلب لاخذ قرض حتى يمد سكه مع ايران، ويقول انا كتبت قصاصه الى السيد العبادي قلت له ليش هذا القرض ما ياخذه لبناء ميناء الفاو؟ الربط السككي مع ايران راح يضرر ميناء الفاو. يقول سيد العبادي قرأ قصاصه ورد الطلب مالت باقر الزبيدي. يعني انت وانت خلوك رئيس لجنه ميناء الفاو وانت عندك معرفه بهذا الموضوع وعندك تصريحات ان الربط السككي مع ايران يضر. زين الربط هو السيد رئيس الوزراء شو يقول؟ الربط السككي لنقل البضائع مضر. زين هاي قبل لا يصير رئيس وزراء، من صار رئيس وزراء والتقت بي احدى الاعلاميات قالها لا زلت عند رايي والربط السككي يضر. زين شنو رايك يا دوله الرئيس مستشارك يطلع بالتلفزيون يقول لي نقل البضائع ما يضر؟ يعني هو يخالف رئيس وزراء، المستشار مال رئيس وزراء يخالف يقول ايه ما يضر. زين فهذا الشيء حقيقه الربط مع ايران فقط لهذا تعتبرها اقرب لايران لو في مواقف كثير أخرى. من المواقف كثير، موضوع الدولار، موضوع المنصه منصه البنك المركزي والبنك الفيدرالي وغسيل الاموال والامور الى الان هي ما تعتبر حكومه ناجحه استاذ عابر؟ يعني لا تعتبر حكومه ناجحه بالمعايير، لكنه اكو وزراء جيدين. لأن أنا كعضو تخطيط استراتيجي باللجنة فأنا قيمنا أكو وزراء ناجحين حقيقة. الأكثر يعني ناجحين لو فاشلين عدكم باللجنة؟ والله أنا ما أقدر أقول لأن أحترم زملائي لأن القرار الأخير لأن تعرف الزملاء كلهم من الإطار أنا الوحيد معارضة فأنا عندي نظرة خاصة بس أحترم آرائهم لأن الديمقراطية تقول التصويت، فهم أكيد راح يقولون ثلاثة أرباعهم أو أغلبهم زينين بس أنا أشوف لا مو هالشكل. يعني أكو وزراء ما يستحقون أن يبقون بالوزارة أصلا، ما يستحقون يكون مدير قسم بعضهم. زين ليش ما شفنا استجوابات بهذه الفترة؟ لأن قطب واحد الإطار وحلفاء إيه بس نائب يقدم طلب قدموا قوة مدنية قدموا. أستاذ أنت تقول استجواب أنا ردت يعني نواب الأكراد قالوا أريد جلسة على تجاوز إيران على كردستان بالقصف تركيا بالقصف، والأخوان الحشد قالوا ضرب أمريكا إنه بالقصف. أنا قلت يابا أنا أيضا أأيد نستنكر القصف الإيراني إلى كردستان ونستنكر القصف التركي ونستنكر القصف الأمريكي إلى الحشد، بس أيدي أضيف أضيف بالاجتماع الناقش التجاوز الكويتي على العراق وعلى الصيادين العراقيين وقتل العراقيين. شنو صار؟ ما قبلوا جماعة 76 توقيع عطيت الرئيس البرلمان ما قبل، يا بريد جلسة نضيف مادة ما قبل. يعني خرق الدستور وخرق القوانين. جيد هو بالقوانين أستاذ عامر خليني أتحدث مع حضرتك في الوقت المتبقي لأن إحنا نتحدث عن الانتخابات وأكو قوانين انتخابية دائما ما تطرح في أوقات الانتخابات أو قبل أو بعد تشكيل أي حكومة. قانون العفو العام شنو وضعه وين صار؟ والله أستاذ يعني أنا هذا الموضوع يعني كنت أتمنى أنه نناقش قبل هاي الفترة. هذا الموضوع بيفد مظلومية كبيرة لكثير من الناس تم اعتقالهم ظلما وجورا بعنوان المخبر السري، أحزاب طائفية عدها عداءات، أحزاب شخصية علاقات، مسؤولين عند نفوذ يهدد عند عركة شخصية يرتب له تهمة وقال هذا شو اسمه بداعش وذبه وهذا شنو بالمخدرات. فأكو هواي جرائم كيدية وهاي الحقيقة خلقت جو طائفي. شوف
احنا عندنا طائفية صعدت 5 و6 و7 صعدت القنبتها 14 بدا النزول، 14 بدا النزول. من النزلها فتوى المرجع الدين السيد علي السيستاني اللي خلى الناس تطلع تروح للحشد وتأسس الحشد، وراحت بعنوان تلقفوهم الأخوان بالمحافظات الغربية وتزوجوا بعضهم البعض وتحابوا وينقلونهم أكل ومساعدات. زين ليش من طلع داعش بدت الناس تكره الحشد؟ لأن بقت اللجان الاقتصادية قاعدة على صدور المحافظات الغربية وتبتزهم. زين شوف راح أحكي قصة ما حكيها بدي أول مرة يمكن. أني كنت 2007 مدير عام في شركة تعبئة الغاز، كانت قمة الطائفية، يعني كل موظف سني بالتاجي كتلونه وكل موظف شيعي بالدورين كتل. فأجيت أني بهاي حتى ما حد يقبل يروح بها مدير عام. فرحنا وكانت قنية الغاز 35,000. اجا شباب اثنين قالوا استاذ احنا جينا ملثمين ومضحين بروحنا، احنا من اهل الاعظمية، واذا انتو عندكم الدبه ب 35 تعال ادخل الاعظمية ب 50 ماكو، جاي الناس تطبخ على حطب. قلت له اقعدوا، دقيت على الداخلية يا ابا اريد قوة باشر اودي غازة. قال استاذ الاعظمية ساقطة خارج السيطرة. دقيت على الدفاع يا ابا اريد قوة تطلع يا، قالوا الاستاذ الاعظمية ساقطة وخارج السيطرة. قلت لعمي روحوا لبيوتكم وباكر الغاز يجيكم. جيد. قعدت للصبح اعبي غاز بمعمل غاز التاجي، وهسه اللي يسمع كلامي من اهل التاجي من اهل الاعظميه يشهد هذا الكلام. قعدت عبينا تريلات، قلت لهم راح نطلع للاعظميه ما عندنا قوه، الله يرحمه وياي فقط السيد حسن الثويني اللي كان هو مسؤول الامن للوزاره، اجى وياي حسن الثويني. قالوا ما نطلع الساعه، قلت لهم سيارتي اول وحده راح تمشي قدامكم واللي يريد يجي يجي والما يجي معذور. جي. انا مشيت اجينا التريلات وراي 6 تريلات. اجينا والله دخلنا للاعظميه، احنا مو بالعراق، كل عاش صدام يسقط المالكي، عاش صدام يسقط لافتات بهذا السبري. تقدمنا وصلنا يم مسجد ابو حنيفه، الناس عزل دكانك وانهزم، عزل محلك وشرد، الناس كلها شردت. فاجى السيد حسن ثويني قال استاذ خاف يرموننا. دخلنا مسجد ابو حنيفه، انا رحت على الخادم بالمسجد قلت له افتح لي السماعه، فتح السماعه لزمتها. يا اهالي الاعظميه الكرام، انا عامر عبد الجبار مدير عام شركه التعبئه الغاز، انا جايب لكم غاز، احنا جايين بخدمتكم، ترى الطائفيه جتنا من خارج الحدود، الاحزاب جابتها، لا تخافون جيبوا، هم خايفين لا احنا نفجرهم واحنا خايفين لا يرمونه. فمن هذا الخطاب اجت الناس كلها اخذت قناني غاز، من اخذوا غاز قاموا يهتفون باسم الحكومة، الدور اريد اروح ما تروح، بدت الصواني تطلع من البيوت. صلينا بالمسجد وتغدينا سوا، قلت لهم يلا من عندكم من ابنائكم مهندس محاسب قانوني عندنا نقص يجي. عينت 30 واحد، وراها وصلنا الغاز، رجعت دزيت رسالة لرئيس الوزراء عن طريق شخص مقرب منه. قلت له دولة الرئيس أهل الأعظمية طيتهم قنينة غاز هتفوا باسم الدولة، وإحنا من طبينا لهم يسقط المالكي على الصدام، ترى أنتوا جاي تجبرونهم يصيرون مع داعش، مع كانت قاعدة، أنتوا جاي تجبرونهم يصيرون مع القاعدة. هذا مثال، شوف هذا المثال، القانون سياسي احتضنونا والتموا علينا وكانوا معانا وهتفوا باسم الدولة على قن زين لو عينه وانطي حقوق وانطي ارض، احنا يصير عندنا هذا الارهاب وقتل الدم والطائفية. يعني الامر سياسي، شاهد الكلام ان الاحزاب هي طائفية، يجي حزب قانون العفو يضمه 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 ما يحكي بيه ساكتين قبل الانتخابات يصيحون العفو العام، العفو العام على مود انتخابات، وتخلص الانتخابات يسكتون، يجي حزب ثاني يصيح رفحة رفحة مدري شنو قبل الانتخابات يصيح. فهذه حقيقة تلاعب بالقوانين، تلاعب طائفي غرض منه انتخابي. الناس المسجونة المحكومة كثير من عدها بالمخبر السري وبالوشايات الحزبية والعدائية، ولذلك احنا لازم نفكر بعوائلهم، لازم نفكر بأطفالهم، لأنه باوع الأب المظلوم المسجون راح يولد ابن مجرم، راح يولد ابن حاقد على الدولة. تمام. انتوا وين توصلون؟
هذا ابنه راح يصير حاقد على الدولة. الآن طفل تو ولد والآن عمره 10-15 سنة ما شايف أبوه، شو تريده يحب الحكومة؟ أكيد وإذا صار شاب وصار شذي والله يصير كان عنده مشكلة. فأنت جاي تحارب نفسك من حيث لا تشعر، لا تلعبون بالنار بهاي الأمور الطائفية، لأنه إحنا حقيقة في تجمع الفاوز أخو رفعنا هاشتاك الطائفية 0%، هاشتاك المحاصصة الحزبية 0%، قولا وفعلا. أنا أشكرك جزيل الشكر رئيس تجمع الفاوز أخو النائب عمر عبد الجبار، شكرا جزيلا لحضرتك. ممنون. شكرا جزيلا، ودائما أشكركم أنتم سادة المشاهدين. إلى اللقاء.